مشاهدي قناة الشوف تي في، مساء النور، مساء الخير لكم متتبعي قناة الشوف تي في في هذا المباشر من مدينة خريبكة مع أختكم نادية. فمرحبا بالساهرين، مرحبا بمتتبعي القناة، مرحبا بخوتي خواتاتي عائلتي الثانية، دائما اللي دائما كنحب أنني نفتح معكم النقاش في أي موضوع، يعني حتى في مواضيع اللي كتعتبر من الطابوهات واللي صعب ان يتطرق لها اي واحد، لكن كنتمنى اننا ما نخليوش المواضيع ونعتبروها من الطابوهات ونناقشوها، فلكل موضوع نقاش وبكل احترام، يعني ماشي ضروري ذاك الموضوع فعلا هو راه من الطابوهات صافي راه عيب حشومه غادي نناقشوه بكلام نابي، لا، اي موضوع ممكن اننا نناقشوه بكل احترام. فمرحبا بعائلتي الثانية للاتصال مشاهدينا 06 81 34 72 10. فموضوع اليوم مشاهدينا، شنو هي أسباب التحرش الجنسي؟ يعني في نظركم انتم متتبعي قناة شوف تي في ولمن كتحملوا المسؤولية، مرحبا بكم ومرحبا بتعاليقكم، مرحبا باتصالاتكم. أعيد رقم الاتصال 06 81 34 72 10. مرحبا بكم خوتي، سلام سلام خوتي كاملين، كاع خوتنا اللي سلموا علينا هنا في التعاليق، مرحبا بكم. خديجة خديجة سلام نادية، عليكم السلام اختي خديجة. غتناقشي غتناقشي على البرد، التحرش راه زايد معانا في الكرش. رضا، يعني ناقشوا ماشي مشكل، واخا اعتبرتيها غير البرد، خلي هذا البرد يضربنا ويناقشوا هذا الموضوع، لان كما قلت يعني صعب النقاش فيه، ولكن كنتمنى انكم تفتحوا قلوبكم وتهضروا معنا في هذا الموضوع هذا. وللاتصال 06 81 34 72 10. مرحبا باتصالاتكم مشاهدينا. السلام عليكم، الأسباب هو أن الإنسان ما عندوش تربية دينية. فاطمة الزهراء، تحياتي فاطمة الزهراء، فاطمة، تحياتي أختي. فعلا أختي، يعني من بين الأسباب كتشوفوا بأن التربية الدينية، يعني السلام، الأسباب هم النساء. محمد من جهة يقول بأن الأسباب هم النساء، يعني علاش أخي حملتي المسؤولية للنساء بوحدهم، علاش ما كتشوفش بأن المسؤولية مشتركة؟ يلا عاود عطينا التعليق ديالك. محمد الحسن بن حسي، نادية بعدي من هذا الموضوع، راكي عزيزة وانتوما عزاز، علاش أخي علاش نبعدوا من هذا الموضوع؟ كيفاش جاك الحسن هذا الموضوع؟ الحسن بن حسي خويا كاعكم عزاز، والتحرش الجنسي هو موضوع وواقع، واقع كنعيشوه، علاش ما نناقشوش خوتي؟ علاش؟ محمد صابر تيقول التبرج، يعني هنا كيحمل المسؤولية للنساء، تيقول بأنهما المسؤولين وبسبب التبرج. التوزيع الديني والتربية تيلعبوا دور كبير في شخصية الإنسان، أكيد أختي شكرا لك. سلام اختي نادية، قلت التربية والتبرج النساء بوعبيد، اخوتي شفت الكل يحمل المسؤولية للنساء، نحملوا المسؤولية للبنات، خاصهم يتستروا، راهم هما اللي تتحرشوا بينا. نعم احنا ما غاديش نكرو بان التحرش يعني سواء كان صادر عن الرجل او المرأة فهو انحراف سلوكي، فعلا هناك تحرش مسكوت عنه، هو تحرش بعض النساء بالرجال فعلا، فما نقدروش دائما نقولوا التحرش كيجي غير من الرجال، فالتحرش كاين حتى من النساء للرجال، ولكن هذا كنبقاو نسكتوا عليه، وديما تنقولوا الرجل هو اللي كيتحرش. شوفوا نهضروا في الواقع خوتي، شوفوا المجتمع ديالنا اش يقول، دائما كنقولوا الراجل هو اللي كيتحرش بالمرأة، رغم ان هناك تحرش من نوع اخر، ان النساء حتى ما بعض النساء كيتحرشوا بالنساء بالرجال، وكذلك مجتمعنا كيحمل المسؤوليه للمراه للنساء، اش من تحرش وحده خارجه من تبرجه، يعني كل شيء موافق على ان النساء
هما اللي تيسببوا في هذاك التبرج، هما اللي كيدفعوا الراجل، عفوا الرجل انه يتحرش. ذاك تبرج طيب، ليش انسان يروح للاطفال يروح لمتبرجه؟ هو انه عنده اضطراب اخلاقي. احترم تحترم، النساء ما كيحترموش. بازار تيقول بان النساء هما اللي ما كيحترموش، وهما اللي كيدفعوا بالرجال انهم يتحرشوا بهم. اكيد غيحملوها للنساء، لان مجتمعنا ذكوري، فهذا شيء عادي. اختي سندس، ناخذ اول اتصال مشاهدينا. مرحبا. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك اختي. الو، نعم اختي، كنسمعك. الو، اهلا، كي دايره اختي نادية؟ الو اختي، واش في اللايف؟ لا دابا راه كيعلم مباشر اختي. صافي، خليتها من بعد نهضر معاك، خليتها من بعد نهضر معاك، حتى تسالي اللايف وهضري معايا. صافي، حتى تسالي اللايف. مرحبا اختي، مرحبا. خير، ما عرفتش. المهم غير باش تكونوا عارفين بان هاد النمره هادي راه ما كنستعملهاش الا في المباشر، ماشي نمرتي الخاصة، هذه خاصة غير بالمباشر. لا لا اختي، حنا دابا على المباشر اختي. ان شاء الله. مرحبا اختي، مرحبا. اذا مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم. يعني غير لي تذكير، فبالنسبة لهذا الرقم 06 81 34 72 10 هو رقم خاص بالمباشر للنقاش، ماشي رقم خاص بيا. فملي كنسالي المباشر ما كتبقاش عندي علاقة بهذا الرقم، حتى كنعاود نبغي ندير مباشر عاد كان باش كنحطو، عاد باش كنخدم هذا الرقم هذا. البطالة والفراغ الروحي، يعني محمد كيقول بأن محمد يعني تيقول بأن البطالة والفراغ الروحي. ناخذ اتصال آخر. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، بخير؟ الحمد لله خويا بخير، مرحبا بك. البرنامج ديالك كويس، نعطيك مرحبا سيدي، شرف لينا انكم تشاركوا معنا لهذا الموضوع. مرحبا سيدي. الله يبارك، شكرا. مرحبا، معك يمكن الناظر. هذا اسمي. مرحبا بخويا يونس، مرحبا بناس الريف، مرحبا بناس الناظر. دابا الأغلبية كيقولوا لك راه الشباب هو الآخر، النساء يعني كيخرجوا متفرجين وداك الشيء، حيت ماشي هذا هو السبب الرئيسي في هذا انت الشيء. خويا الا سمحتي لي ارفع شويه صوتك، ولا الا داير الكيت حيدو. لا ما دايرش الكيت. لا مرحبا، ارفع لي شويه صوتك، الله يحفظك خويا. واخا شكرا. قلت لك الاغلبيه كيجاوبوا كيقولوا ان السبب ديال هذا الشيء السبب الرئيسي هو التبرج ديال النساء. نعم، غير بغيت نقول السبب هو قلة التربيه وشويه الجهل. حيت علاش؟ نعم، حيت حتى في اوروبا كيمشيو متفرجين، ولكن حتى شي حد ما كيتعدى ولا كيشوف، كل واحد كيدير فراسو. فهمتي؟ داكشي اللي بغيت نقول لكم. صافي، يعني شكرا لك، يعني التدخل ديالك انت، يعني رغم انك انت رجل وما كتحملش المسؤوليه للمراه بوحدها، يعني كتقول بان المسؤوليه ربما مشتركه. مسؤولية مشتركة، وحتى أنا كنشوف حتى في المجتمع الغربي. نعم، أغلبية النساء كيمشيو يعني واحد التبرج أكثر من عندنا هنا في المغرب، ولكن كل واحد داير سوق راسو. فهمتي؟ نعم نعم، يعني ماشي نحمل المسؤولية غير النساء وصافي. نعم، شكرا لك خويا، وتحية لك، وتحية للناس الناظر. الله يحفظك خويا ويحفظك ويحترم. شكرا، شرف لينا شاركتي معنا. ناخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخت لاباس عليك؟ الحمد لله أختي، مرحبا بك، عرفينا بنفسك ومرحبا بأختي. معك الحاجة مليكة من مدينة الدار البيضاء. تحية ليك الحاجة، وتحية لناس الدار البيضاء. ربي يخليك أختي، ربي يخليك، وكنشكرك بزاف على هاد النقاش اللي حنا صراحة محتاجين ليه، خصوصا في هذه الظرفيه اللي حنا فيها دابا. نعم، اللي حنا كنشوفوا فيها الكوارث يوميا، كل ساعه كل دقيقه. حنا محتاجين، حنا كمغاربه وكدوله اسلاميه، اننا نتحدوا مع بعضنا البعض، لان هذا الشيء ولا بزاف
ولينا كنخافوا على ريوسنا، كنخافوا على وليداتنا الا خرجوا من الزنقه، ولينا بالنفسي لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. مع كل الحاجة أختي. الحاجة لمن كتحملي المسؤولية الحاجة؟ أنا كنحمل المسؤولية الأحكام اللي كتصدر. نعم من بين. لأن هاد الأحكام هي السبب في هاد التفشي ديال هاد الظاهرة اللي ولات دابا. لأن ما بقاوش عندنا سجون، احنا ولاو عندنا وطيلات. نعم. خمس نجوم. نعم. يعني كل واحد دار جريمة بشعة كيدخل الحبس كيدوز عليها 8 سنين في أرفع أوطيل ما نسميش سجن، في الأخر مني كيخرج بعفو كيدير واحد أخر أكثر منها وكيعطي واحد النموذج سيء، واحد صورة سيئة لهاد الشباب اللي هو طالع. أغلب هاد الشباب اللي هو طالع فهو خرجوا عليه هاد الألعاب اللي كينحس بي الله ونعم الوكيل في كل واحد دار هاد الألعاب ديال العنف اللي خرجوا على الشباب ديالنا. وهاد الأفلام الإباحية اللي ما عندهاش لا رقيب. راها من الأسباب، هذوك الأفلام الإباحية راها من الأسباب فعلا، راها ما عندها لا حاسب ولا رقيب. حنا راه ولينا كنحشمو نقولو حنا راه حنا في دولة إسلامية. مع كل أسف حنا ما خلينا اليهود ما يقولوا فينا حنا، حنا ما خصناش نقولوا قدام اليهود حنا مسلمين. لأن مع الأسف هذا الشيء اللي كاين دابا، ما عمرنا ما شفنا شي يهودي تعامل مع أخوه بحال هذا الشيء اللي كنشوفوا حنا دابا. واش عباد الله، آخر أنا شخصيا كاينة الفاجعة ديال هذا الوليد عدنان الله يرحمه. الله يصبر والديه. امين امين. بابا هو ولد الشعب كامل ماشي غير ولدهم. فعلا. مع الاسف حرقت هذاك الوليد لدرجه انني وليت كنخاف على ولادي اللي ولاو رجال، عندي بنيه صغيره وليت كنخاف عليها، وليت عايشه، وليت انا بنفسي عايشه في واحد الارهاب نفسي. زائد هذوك البنات ديال قرسيف اللي مع الاسف انا كنقولها وكنعاود نقولها كمغربيه وكامراه مغربيه، ما بقاوش عندنا الرجال في المغرب. هي نسبه قليله، ملي كيوليو عباد الله يشوفوا الجيران بنات عريانات كيخرجوا وكيشدوهم يتكرفصوا عليهم وكيتفرجوا عليهم وكل واحد تد على نفسه. حنا فين كاينين؟ واش حنا نسميو نفسنا؟ حنا راه حنا في دولة إسلامية، واش هذا الراجل اللي شاف بنات كيتغتصبوا وعريانين قدامه يخرج يقول أنا راجل؟ مع كل أسف هادشي والله الذي لا إله إلا هو، إلا كورونا أرحم من هادشي اللي ولينا كنشوفه يوميا. ومع الأسف كنعاود نقولها، فالمسؤولية الكبيرة كتحملها السلطة المغربية على هاد الأحكام اللي كدير، وعلى هاد الرأفة اللي كدير مع المجرمين، وعلى هاد المراقبة اللي ما كايناش في السجون اللي ولات خمس نجوم، فولا الأغلبية من المجرمين اللي كاينين هنا كيقول لك أنا نفضل الحبس علاش نخرج برا. فعلا ولينا كنسمعوا هذا المصطلح، هذا الحبس حسن ليا. كيقول لك أنا نفضل الحبس علاش غنخرج برا. أنا كل شيء داكشي اللي ما كناكلوش أنا يا برا كيجيني لداخل. اللي ما كنلبسوش برا كيجيني لداخل. وكنحمل المسؤولية، كنعاود نقولها للسلطة المغربية هي اللي خرجت على بلادنا في عهد الحسن الثاني، ما عمرنا ما كنا كنشوفوا بحال هاد الشيء. في عهد البصري ما عمرنا ما كنا كنشوفوا هاد الشيء، لأن كان القمع، وهذا القمع هو اللي خصو يرجع في هاد البلاد باش ترجع ليها الكرامة ديالها، لأن حنا تبهدلنا بهاد الشيء اللي كنشوفوا يوميا. مع كل أسف. شكرا لك الحاجه، شكرا للتدخل ديالك، شكرا للمشاركه ديالك معنا. عفو اختي، عفو اختي، بارك الله فيك. عفو اختي، والله يحفظ الجميع، والله يحفظ وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين. أمين. الله يرفع علينا هذا البلاء، ونطلب الله سبحانه وتعالى يدير لنا ربي مخرج ديال الخير. امين يا رب. شكرا للحجه للمشاركه ديالك معنا، بارك الله فيك. السلام عليكم وليداتك. شكرا عليكم، السلام. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كل الاراء تحترم، والنقاش في هذا الموضوع يعني مفتوح للجميع مشاهدينا. فمرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في.
يعني بالنسبة للأسباب التحرش الجنسي، بغينا نعرفه في نظركم شنو هي هذه الأسباب ديال التحرش الجنسي. يعني ربما بحال كما المشاركات اللي كانوا معنا، يعني الأحكام نسبوها الأحكام، يعني اللي ماشي يعني واحد كيتحرش ما كياخدش عقوبة اللي يستحقها. نعم، ناخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام اختي نادية. عليكم السلام ورحمة الله. يا اختي نادية لبس الحمد لله خويا، مرحبا بك. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. أول حاجة بعدا كنشكرك على هاد الاختيارات، بالضبط ماشي غير مجرد مواد، الاختيارات والانتقاء زعما ب ديال هاد المواضيع، مرحبا لأنها مواضيع في الصميم، مواضيع يعني ديال الوقت ديال دابا نيت فعلا، اللي كيتعاني منها البلاد واحد الدرجة ما كتصورش على البال. نعم. هذا الموضوع ديال التحرش الجنسي هو موضوع شائك وطويل بزاف وكثير كبير، فيه بزاف ديال لي زانترفينون. أول حاجة بعدا غنقولك، ملي كنا صغار ملي كنا صغار كان والدينا البداية ديال القراية ديالنا كنا كنمشيو للجامع عند واحد الفقيه. كنمشيو نقراو في سيد في الجامع. وبقى كنتذكر من بين الخطابات ديال الحسن الثاني الله يرحمه، كان كيقول، قال من بين الخطابات ديالو ان ولاده ضروري يدوزوا هو في المسيد. فعلا كان في الخطاب ديال المغفور ليه الحسن الثاني. نعم، لأن المغفور ليه الحسن الثاني كان تبارك الله كيشوف الأمور من الفوق. لأن المسجد الجامع يعني صافي ديرك إنسان بعدا يعني كيتشبع بواحد مجموعة ديال السلوكات ومجموعة ديال المبادئ وبزاف ديال الحوايج اللي هي مهمة بزاف. وفي نفس الوقت ملي كنرجع للطفولة ديالنا حنا، كان الحياة حياة وكان الجورة جورة وكانت الرجولة وكان كانت بزاف ديال الحوايج اللي ما كاين، التضامن الاجتماعي بزاف ديال الحوايج، التضامن الاسري اللي ما كايناش دابا. كنا بكري كتعرفي مثلا كتلقاي الوالد ديالك يمكن ربى ثلاثه خوتو، هز الحمل الصغير، كان تضامن اسري وسيرتو كان الحياه ما دابا كنعاني السبب ديال بالنسبه لي انا كيجيني من بين الاسباب ديال هذا التفسق الاخلاقي اللي كاين دابا، يعني هاد التحرش الجنسي. اول حاجه بعدا عصرنات المدارس ولات عصريه. القران مثلا كيتقرا، انا ماشي متدين باش المستمع ما يقولش هذا راه كيهضر واحد الانسان متدين ولا متشدد ولا. كانت المدارس فيها مثلا القران والتربيه الاسلاميه كماده، يمكن الرياضيات اهم منها. هادشي اللي ولينا كنسمعوا دابا اهم منا في المدارس الحاليه دابا. دابا مثلا عندك مشكل اخر هو ديال الشبكات العنكبوتيه اللي ولات تشمل العائلات. الوالدين باركين مع ولادهم، المراه هازه تليفون تجي والراجل هاز تليفون تجي والدراري تجي، حتى الى درجه ان حتى الحوار المجتمعي والحوار الاسري شبه منعدم، تقدري تقول منقطع الا في حالات شاذه. وهاد الشبكات العنكبوتيه كلنا كنعرفوا اشنو فيها. شوف كل منا اللي كيدير رقابه لولادو اشنو كيشوفوا، علاش كيطالعوا. بعض المرات كتلقي ولدك راه داخل حتى ل 12 الوحده ديال الليل، جوج ديال الليل ما كايناش. كاينه حتى واحد القضيه سي حسن، كاينه حتى واحد القضيه بلا التواصل الاجتماعي، ولا كاينه واحد الالعاب تيلعبوها اللي كتخلي ان مثلا يقدر يكون طفل مازال صغير عنده مثلا غير 12 سنه، عنده تليفون، عنده تيلعبوا واحد دوك الالعاب، هذوك الالعاب كيصدق لاعب مع واحد اكبر منه سنا، يعني ما كيعرفوش موجودين، حتى كيوليو تطورات العلاقات، حتى ولات صداقات، حتى ولاو كيدخلوا في نقاشات، حتى ولاو يصدق، يقدر داك الطفل يغريه غير من خلال هذيك اللعبه اللي تعرفوا عليها لعبوا فيها بجوج، يصدق التواصل بيناتهم، يقدر غير حتى كيصدق داك الطفل هارب من دارهم غادي عنده لشي بلاد اخرى ماشي حتى في نفس البلاد.
يعني فعلا هاد النقطه اللي شرتي ليها انت، اننا خصنا نبقاو نراقبوا وليداتنا واللي عنده التليفون لوليداتو، خصنا نراقبوا مع من كيتواصلوا، مع من كيهضروا، شنو كيديروا بهذاك التليفون، لان يعني فعلا حتى الهواتف يعني افسدوا اخلاق الابناء ديالنا طبيعة الحال. الا ما كانتش الشراكه زيادة على الحوايج، زيادة على نادية، زيادة على الإذاعات المغربية، الإذاعات ديالنا. سبحان الله، واحد المسألة كنلاحظها أنا، ما كايناش شي إذاعات في العالم ناشطة بحال الإذاعات ديال المغرب، بالرغم من الظروف المعاشية والظروف المزرية اللي كيعيشوا بزاف فئات كثيرة في بلادنا، يعني في القرى في المدن. شنو يعني زعما ما تيبينوش الواقع؟ لا يعني الاذاعات بلاصه ما دير مثلا برامج ثقافيه، برامج ديال التوعيه، برامج تربويه للوليدات، برامج تعليميه، هكا تلقى مثلا غير شنقول لك غير المغنيين والفكاهيين ما كاينش، ما كاين هاد برامج ديال الثقافه ولا ديال التربيه، ما كايناش، شبه منعدمه، شبه منعدمه، ما عندناش. يعني هنا ربما كتحمل المسؤوليه حتى الاعلام. لا لا لا، ما كان الاعلام، الاعلام بحال الاعلام مثلا، شفتي بي راه اعلام تبارك الله، بالعكس كيعجبني. شكرا. ملي كندوي على الاعلام راه كلمه شامله، ولكن ندوي على السمعي البصري، كنهضر على السمعي البصري. نعم. أسرة جالسة تلقي لك أفلام تركية، كتلقي مثلا راكم كلكم كتعرفوا مشاهد مشينة كتجي وقدر يتفرج فيها ولد مع بنته. يعني هنا أشنو؟ هنا كيتهرس الحياة، كيتهرس الحياة بالوالد، الوالدين ولادهم. خاصنا شوية يكتبوا مزيان، لأن راه كيما كيقول لك فيلسوف، سمحي لي اختي نادية الفيلسوف، تيقول لك الطفل ابو الرجل. راه الطفل راه هو اللي كتبني جيل، الا كانت عندك المواطنه، الا شاد واحد البلاصه اللي انت مثلا مخوله لك انك كتوجه نداء ولا كتوجه برامج لعامه الشعب، راه خاص تكون فكر روح المواطنه. راه سي فوز ان فري سيتويان، الا فكر روح المواطنه راه داكشي اللي كتبغي الوليدات كتبغي لولاد الناس. يعني خاصك يعني تفكر في هذا المجتمع، في هذه البلاد، باش تمشي بعيد، باش تطلع واحد الاجيال ناضجه واعيه. سي حسن، بالنسبه لك سي حسن، باش نخليو فرصه للمتابعين قناه شوف تي في اللي راهم كيتصلوا، بالنسبه لك واش انت من الناس اللي كتحمل المسؤوليه للنساء في التحرش الجنسي، رغم ان هناك تحرش من نوع اخر يعني اللي هو مسكوت عنه، يعني تحرش بعض النساء بالرجال، ولكن هذا كنسكتوا عليه، حنا ما كنهضروش عليه، ديما حنا كنقولوا غير الرجل هو اللي كيتحرش والمراه هي السبب. شنو رايك في هذه النقطه هذه؟ رايي انا، شوف نقول لك الله يرحم والدين. نعم، رايك باختصار باش تخلي فرصه للاخوان. واخا اسمحي لي، يعطيني غير شويه. دابا رايي انا، راه ولينا في واحد المجتمع، راه ولات واحد الفئه كبيره، كنكون كندور واحد الفئه كبيره ديال المجتمع في بزاف ديال المدن، يمكن اسر كثيره عايشه من الطهاره، اسر كثيره عايشه من الطهاره، ولا عندنا انتشار الليواط. نعم، انتشار الليواط لواحد الدرجه لا تتصور، السر لا تتصور. انا كنرجع للاصل لهاد المسائل كامله اختي، هاد المساله هذه اللي قلت لك دابا بالضبط، كنرجع للفقر، كنرجع للفقر. ولو انني انا راني ما كنهضرش ديك المره اللي كنت الطهاره، كيفاش الفقر يعني الفقر عنده علاقه بالتحرش الجنسي؟ واخا بلاتي هاد النقطه ما فهمتهاش مزيان، كاين حالات كثيره ما علاقه الفقر بالتحرش الجنسي سي حسن؟ سي حسن راه بعدتي على التليفون، ولا الا داير الكيس حيدو. قلت ليك ماشي اي وحده كتمارس التحرش الجنسي، كتمارس التحرش الجنسي
راه عندها غير رغبه جنسيه ولا باغا واحد الراجل غير باش ممارسه جنسيه. لا راه كاين اللي عندها ظروف اجتماعيه خايبه وخبيثه، اللي امها مريضه، عندها مرض مزمن، عندها الدواء ما عندهاش باش تشري، عندها الكرام ما عندهاش باش تخلصو، عندها وليدات ما عندهاش باش تخلص تقريهم، كاين اللي ما عندهاش ما تاكل، كاين اللي كتمارس يمكن هذيك المهنه هذيك. ولكن حنا راه ما تنبرر سي حسن، ما يمكن ليناش نبرروا هاد الافعال هادو، لان حيت الفقر ولا حيت امها مريضه ولا حيت باها مريض ولا حيت ما لقات ما تاكل، ونبرروا هاد الافعال هادو. لا انا ما كنبررش، انا ضد، انا رم... انا مادام ما اتصلت بيك حتى انا ضد هاد السلوكات كامله، ولكن هاد السلوكات راه ما كيدخلش فيهم غير المواطن. التحرش الجنسي راه متبادل، راه من جهه الراجل لا من جهه المراه، ولكن هادشي كامل كيرجع ليديكاسيون، الاخلاق، الاخلاق والاخلاق الاسباب ديالها راها المدرسه، المدرسه وراها الاذاعه، وهاد المسائل دابا ديالها الواتساب، ها فيسبوك، ها كاين مشاكل. يعني بعدنا على الاخلاق، وهاد الناس اللي في الكفازه ما معاونينش، والناس اللي في المدرسه ما معاونينش، والوزارات ما معاونينش، راه مشاكل. اذا شكرا لك سي حسن، نخلي فرصه للاخوان اللي كيتصلوا. شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا للمشاركه ديالك معنا. شكرا، الله يحفظك، الله يبارك فيك، بارك الله فيك، شكرا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كل الاراء تحترم، فما دمنا فتحنا النقاش مع خوتنا ومع احبابنا فنحترم كل الاراء، كل واحد الراي ديالو. هذا هو الهدف من هذا المباشر، باش نعرفوا كل واحد كيفاش كيشوف الاسباب ديال التحرش الجنسي، وشنو هو التحرش الجنسي، ولمن نحملوا المسؤوليه. هنا لقينا بان ربما كاين كما قلنا، كاين حنا، انا بالنسبه لي تنقول ظاهره التحرش مسؤوليه مشتركه، راه ما يمكن ليناش نحملوها للنساء فقط، فمسؤوليه مشتركه ما بين الرجل والمراه. والتحرش سواء كان صادر من عن الرجل او المراه فهو انحراف سلوكي. يعني هنايا كنشوفوا ربما للاخوان ما ذكروش. نعم ناخذ اتصال اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بأخي. الله يحفظك، كندير خينا ديال لاباس عليك شي مزيان. الحمد لله، الله يحفظك خويا، عرفنا بنفسك ومرحبا بك. معك عبد الغني من خريبة. تحية لك عبد الغني، مرحبا خويا. عرفتي الموضوع، يعني بغيتي تشارك معنا في الموضوع ونعرفوا رأي السي عبد الغني في يعني أسباب التحرش الجنسي ولمن كتحمل المسؤولية أخي. أول حاجة تعزينا الحارة لأسرة المرحوم الطائر من طيور الجنة عدنان. عزاؤنا واحد أخي فعلا. اللهم آمين. الأسباب اللي يمكن لي نقول أختي في التحرش الجنسي، فهي الأسباب راه كاينة بزاف، فلا تعد ولا تحصى. أعطينا 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 بعض الأسباب بما أنها كثيرة ولا تعد ولا تحصى، فبغينا غير البعض منها واللي مهمة بغيتي تشير ليها وبغيتي كاع متابعي قناة شوف تي في يعرفوها. لأنني أنا بغيت نعطي واحد النقطة أختي نادية، أن التعريف ديال التحرش الجنسي راه غير محدد. لأن في المجمل ديالو كيتميز بالألفاظ غير مرحب بها، أو الأفعال ذات الطبيعة الجنسية. هي اللي كتنتهك الجسد المشاعر ديال الضحية. فمثلا كتكون الضحية، الضحية كنعتبرها أنا هي البنت. كتكون غادية في الشارع، كاين تلفظ بكلام نابي. كتشعر بيه الضحية بعدم الراحة وعدم الأمان، وكاين الخوف. وكاين كاين البعض أخويا اللي كيقول بأن هذيك البنت اللي انت اعتبرتيها ضحيه، تيقول لك هي اللي دازت بواحد اللباس فاضح، واحد اللباس عريان، وخلاتني هي اللي تحرشت بيا. فاش كتجي تهضر مع واحد الناس يقول لك وراه هي اللي تحرشت بيا، هي اللي لابسه ذاك اللباس. كاين تحرش، كاين تحرش من البنت للراجل الا عطات واحد الاشاره. اما ولا كيعتبر هذاك اللباس مثلا اشاره. شوف شوف، هذا كنعتبره ان ضعف تفكير ديال الطرف الثاني. لان كل وهي كل، لان الا طبق، الا كان الا كان الا طبق علاش كيقول الاسلام ديالنا والدين ديالنا النظره الاولى راه هاديه لك، الثانيه
الثانيه راه عليك. ها يعني شوف النظره الاولى وقلب ودور وجهك. ولكن هنا اختي راه غنجي واحد التحرش عكسي. نعم. التحرش عكسي هو اللي كتقولي دابا هي اللي كيقولوا الناس اخرين هي اللي تحرشات بها. التحرش العكسي هو شنو هو؟ هو التحرش انت بالرجل. وكاين التحرش الرجل بالمراه هي الاكثر انتشارا دابا اللي كنعيشوها. لاننا عندما نذكر كلمه التحرش هذا يعني ان التحرش الرجل بالمراه هذا يرجع فاش؟ في قول ديال المراه ان السيد تبعني السيد جاي بغى يقول لي واحد الكلام هذه هذه هذه. وكنشوف الكل اللي ياخذ المبادره واش الراجل ولا المراه. هنا كنشوف التحرش كاين اسباب اختي. كاين التحرش الجنسي اللي كيكون في الشوارع او كيكون في مكان العمل او في اماكن ديال الدراسه وفي المطاعم وفي الاسواق. في الطوبيس في التران في الكار بزاف اختي. وكاين التحرش الجسدي. التحرش الجسدي اشنو هو؟ هو اللي كيكون بشي شخص كيلمس الطرف الثاني هو غير مرغوب فيه بالاعضاء مثلا الجسد او تحسس الوقوف قريبا كيكون واقف قريب منه او كيكون واحد الاحتكاك. وكاين التحرش عن طريق الملاحقه او التتبع بشكل متكرر كنتابع يوميا هنايا باش نوصل للهدف ديالي. نعم. وكاين التحرش اختي الثاني اخر عن طريق الهاتف. نعم. كاين اللي كياخذ نمر التليفون ديال واحد الانسانه وكيبقى يتواصل بها وكيبقى يتواصل بها. او عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكاين واحد التحرش اختي اللي صعيب وصعيب هو اللي كنعيشو دابايا والتحرش الجنسي او التهديد. كيكون عنده شي عنده شي تصويرات ولا عنده شي مقاطع ديال الفيديوهات ولا شي حاجه ولا شي حاجه وكيبدا كيكون التهديد. لمن اخي كتحمل المسؤوليه من بعد ما عرفنا بعض الاسباب حسب يعني وجهه النظر ديالك فلمن كتحمل المسؤوليه؟ كنحمل المسؤوليه البيئه اللي عايشين فيها المحيط اللي كنعيشوه. لان الا كنا كنعيشوا تحت واحد السقف وكنشوفوا السلوكات ديال الاب والام قدام عينينا شنو كيدار راه الدري الصغير من الصغر كيكتسب هذاك الشيء اللي كيشوف. ماشي كيكونوا هما المسببات. اما في الطريق الاخ اللي تكلم سي حسن تقول لك عن الفقر الفقر ماشي هو السبب كاع نهائيا ديال التحرش. وكاين الادمان. نعم كاين الادمان وهذه نقطه مهمه مازال لحد الان ما سمعتش تسمعتها من عندك لان فعلا تعاطي الكحول والمخدرات او يعني حتى هي من بين الاسباب اكيد. وكاين غياب مساحه الحضاره. يعني كنلقاو بعض المرات الاب الا كان مدمنه ما تيعقلش على بنته او زوج الام ما كيعقلش على ربيبته او ما كيعقلش على بنت خوه او يعني باش بسبب الادمان. الا جينا اختي ناديه نشوفوا العوامل اللي توفرات وخلات باش يحدث التحرش راه هي غياب المساحات الحضاريه. هي اللي كتخلي تمكن الفرد من التحرك فيها داخل المجتمع. اما كلما قلت هذه المساحه اش كنزيدوا؟ كيكون هناك احتكاك بين الافراد. وكتولي واحد الميول ديال العدوانيه والاقتراب بين الاسباب. نعم غادي ندوزو خويا باش تعطيني كلمه مختصره باش نخلي فرصه للاخوان. نصيحتك غياب التربيه غياب التربيه القيم الاجتماعيه والاخلاقيه اللي كنغرسوها في نفوس الاطفال منذ الصغر. هذه كنحملها الوالدين. شنو تقول الوالدين اخويا؟ انا كنقول الدري راه بحال واحد الكارت مير اللي كيكون دري صغير بحال واحد الكارت مير راه اي سلوك كان خايب الا كيحطو في عقلو وكيبقى عاقل عليه. الا كنا كنعطيو كنتفرجو قدامو مسلسلات كيكونوا فيها شي لقطات جنسيه تولي شوف هذاك الطفل عادي. رانا جينا هنايا الغرب شنو كيقولي لينا كتشكي الانترنت بعض المرات كتكوني داخله شي موقع زوين اسلامي كذا بعض المرات كيجيك واحد بيبيسيت واحد الاشهار خايب لان الدري الصغير غيشوفو شنو غيقول راه مشكل غيشوفو غيتبع هذاك الشيء وهو غيكتسب غتولي عنده واحد الغريزه الميول الجنسي. اما في عشوائيه بين الفقر والازدحام هي فهذيك هذه ما نهضروش عليها لان هذه
كالفقر كفاقر كغني في حاجه كاين هناك جدود جنسي في جميع الطبقات. شكرا لك خويا. الله يحفظك الله يكبر بيك. وكاين واحد التحرش وراثي للتربيه المجتمعيه. التربيه المجتمعيه خاصه نوعي ولادنا خاص يكونوا هناك دروس دروس في المدرسه. شكرا للراي ديالك، شكرا للمشاركه ديالك معنا باش نخليو فرصه للاخوان. شكرا بارك الله فيك خويا، رايك يحترم وشكرا للنصائح و يعني الاسباب اللي ذكرتي لنا حسب وجهه النظر ديالك، فرايك يحترم اخي. شكرا. الله يكبر بكم. بارك الله فيك. شكرا اخي. شكرا. بارك الله عليك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، سؤال كيجرنا لسؤال، يعني هنايا هل للتحرش علاقه باللباس؟ هنا ثاني غادي يبقى عندنا واحد السؤال، واش لان لاحظنا بان الاغلبيه تيقولوا يعني دوك الملابس الفاضحه حتى هي من بين الاسباب ديال التحرش الجنسي، ولكن واش ما عمركم خوتي سمعتوا وحده منقبه او لابسه خمار جلابه وزيف لباس محترم كلشي طويل كلشي مستور حتى حاجه في الحمامه كتبان ورغم ذلك تعرضت للتحرش؟ يعني هنايا غادي ربما يخلينا ثاني عاود نفكروا ونقولوا باللي ماشي ضروري اللباس الفاضح او دوك الملابس الفاضحه هي من بين الاسباب، ولكن ماشي ضروري خص حتى تكون انت تكون البنت ما لابساش داك اللباس مستور باش ما تعرضش باش تعرض للتحرش. يعني شفنا منقبات تعرضوا للتحرش، شفنا لابسين جلابه والزيف حتى حاجه في الحمامه كتبان وتعرضوا للتحرش في الطوبيس في التران في الكار في الادارات العموميه في الشارع. يعني كما تنقولوا ما كيفرقوا لا ما بين المزوجه ولا المطلقه ولا نفس الشيء، يعني راه كيما حتى هذيك لابسه داك اللباس المحترم حتى هي راه كتعرض للتحرش. شنو السبب هنا؟ يعني ملي كنشوفو تاني المراه لابسه لباس محتشم ورغم ذلك كتعرض للتحرش، هنا غادي نحملوا المسؤوليه للرجل 100%، لان يعني هذيك المراه دارت اللي عليها كلها مستوره، هنا غادي نحملوا المسؤوليه للرجل، ما غاديش تولي هنايا المسؤوليه مشتركه. اما فاش كيكون هذيك المراه ولا هذيك البنت لابسه ملابس فاضحه معريه والمفاتن ديالها معزوله وباينه وهذا، تما كنخليوها مسؤوليه مشتركه، هي لبسات هذاك اللباس وهو تحرش بها، يعني بجوجهم كيتحملوا المسؤوليه. لكن خوتي كما قلت الا كانت لابسه لباس محتشم لباس مستور حتى حاجه في الحمامه كتبان وتعرض للتحرش فهنا كامل المسؤوليه كيتحملها الرجل. يعني هنا غادي نقولوا ضعف الايمان، نقدروا نقولوا دوك المواد الاباحيه، نقولوا التربيه الخاطئه، يعني اللي ما وقرش حتى وحده محتشمه ما وقرهاش، الامراض النفسيه يقدر يكون متعاطي الكحول او المخدرات، عدم الزواج في سن مبكره، يعني حتى هي راه من بين الاسباب اخوتي ما ذكرناهاش، كيكون يعني وصل سن ديال الزواج وما مزوجش، حتى هذه راه من بين الاسباب. خليه خلاص علاش ما تزواش، غادي نلقاوه ما خدامش كدا، هذوك من بين الاسباب حتى هي اللي كتسبب هاد العقد النيت، كتعطينا واحد ضعيف الايمان عنده ضعف في الايمان وتعطى المواد الاباحيه كما قلنا والتربيه الخاطئه وبزاف. بن سعد عبد الكريم، السبب اخت نادية الابتعاد عن الدين هو السبب، وهنينا. يعني فعلا قد ما بعد الواحد، يعني قلتي لي ديك وهنينا زعما بوان فينال صافي، اللي بعد على الدين
راه كيمشي الحوايج خايبين، سوى التحرش سوى الادمان سوى اي حاجه خايبه غير تبعد على الدين راك غتمشي لحاجه خايبه. فعلا هادو هنينا راه عرفتك شنو قصدتي بها، قصدتي بها السبب هو الابتعاد على الدين بوان فينال. فاطمه الزهراء، فاطمه اختي، ولات واحد الحاجه الناس كتقبل الحرام على نفسها عادي، تزني يستهانوا بالزنا، ولهذا صار الامر عادي انسان يقبل على نفسه يسوي زنا ويستخفف به. نعم يعني بحال اليوم على غدا ولفه ولا تجي شي حاجه اللي هي عاديه انه يزني. الله يهدينا ويهدي الجميع يا رب ويلطف بينا. علاش مثلا ما تمشيوش ديروا لقاءات مع اهل العلم؟ سي محمد، ازيكو محمد، انا شخصيا انا غادي نبذل المجهود باش انني ندير لقاء مع اهل العلم. شكرا لك سي محمد. المهم انا شخصيا انا اللي تطرقت دابا لهذا الموضوع عبر قناه شوف تي في مع خوتي ومع احبابي ومع كل متتبعي قناه شوف تي في، واللي تنقول لكم عائلتي الثانيه، رغم ان هاد بعض المواضيع اللي كنتطرقوا ليها تكون من بين الطابوات يعني اللي صعب ان الانسان يتناقش فيها، ولكن لازم علينا نتناقشوا فيها ونشوفوا فين كاين الخلل. انا شخصيا غادي نحاول ان شاء الله باش غنشوف اهل العلم في بعض المواضيع، بعض المواضيع اللي نستافدوا منها جميع. لكن اليوم فضلت انني نفتح النقاش معكم كاملين باش نعرفوا رايكم، هذاك استفتاء. روز ديو موضوع شيق، الله يكبر بك خويا، شكرا لكم نتوما اللي كتشجعونا ونتوما اللي كتشاركوا معنا ونتوما احنا بلا بكم ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه، نتوما اللي كتشجعونا نشوفوا مواضيع ونناقشوها معكم. عبدو تيقول شكرا اختي نادية على هذا الموضوع، موضوع حساس وفي المستوى. تحيه للناس ميدلت، تحيه متبادله اخي، فعلا تحيه للناس ميدلت. ميدلت هي المدينه يعني ديالي، هي فين تزاديت وهي فين كبرت. تحيه للناس ميدلت وتحيه لكل المغاربه اينما كنتم مشاهدينا. ام ايمن تهي تقول موضوع في المستوى، والله شكرا لكم انتم انكم قدرتوا تناقشوا معنا هذا الموضوع، قدرتوا ما نخليوهش من المواضيع المسكوت عنها والمواضيع يعني اللي ديما كنتهربوا منها. الناس ما بقاتش تخاف من الله وتخاف من الشرطه، خاصنا نخافوا الله، رحنا بعدنا على طريق جدودنا. بن سعد عبد الكريم، فعلا اخي نخافوا الله، ودائما تنقول قد ما تبعنا الدين كما قال قبيله اخي قال لك صافي، البعد على الدين يعني ضعف الايمان، بعدنا على الدين صافي بوان فينال، يعني هذاك هي اللي كتعطينا بزاف ديال الحوايج. نعم ناخذ اتصال، ربما اخر اتصال مشاهدينا. بسم الله. الو السلام عليكم. كيفك داير بخير؟ الحمد لله خويا بارك الله فيك، مرحبا بك. الحمد لله الله يحفظك خويا. انت خويا الا داير الكيت عافاك حيدو باش نقدروا نسمعوك مزيان. الو هاكاك شتي حنا دابا تنسمعوك خويا مزيان، مرحبا بك خويا، عرفنا بنفسك ومنين كتابعنا. انا كنمزيان عبد الرحيم نوح من مراكش. تحيه لك خويا عبد الرحيم ومرحبا بالناس ديال مراكش والنواحي. واش بلاصه انت؟ انا دابا دايره المباشر من مدينه خريبكه. نعم انا دايره المباشر من مدينه خريبكه، ولكن المباشر كانت موجه لكل المغاربه اينما كنتم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. خويا عندك شي مشكل؟ نعم ما دايزش نقطع الخط. تحياتي من مدريد اختي ناديه، موضوع مهم. مصطفى تحيه لك خويا مصطفى من مدينه خريبكه، كنصيفط لك التحيه حتى لمدريد ان شاء الله توصلك التحيه وانت بألف ألف خير. اذا مشاهدي قناه شوف تي في فعلا هو موضوع مهم وموضوع شيق، لان نتوما تناقشتوا معنا سواء في التعاليق ديالكم سواء عبر الاتصالات ديالكم. شكرا
للتواصل ديالكم معنا، شكرا للتعليق ديالكم، شكرا. يسمحوا لي الناس اللي كانوا كيتصلوا كيلقاو الخط مشغول وما استقبلتش المكالمه ديالهم، كنشكركم كنشكركم بزاف. هادشي الا كان كيدل كيدل على الرقي ديالكم تبارك الله وعلى العقول الراقيه. الله يحفظكم من كل اذى ومن كل شر خوتي. كنعتذر لخوتي اللي ما قريتش التعاليق كذلك ديالهم، ولكن الحضور ديالكم كان مهم بزاف. فكما قلنا احنا بلا بكم ما يمكنناش نناقشوا اي موضوع، انتوما مكملين. يعني احنا كنجيبوا موضوع ولكن انتوما اللي كتناقشوه معنا وكتفتحوا لنا النقاش. الله يحفظكم، شكرا لكم. فاطمة الزهراء، فاطمة انا وحده من خارج الوطن وكنفتخر بنماذج بحالك. شكرا اختي فاطمة الزهراء، الله يكبر بكم. والله انا كنفتخر بكم بزاف. فالدليل على ذلك تنقول خوتي خواتاتي عائلتي الثانيه، الله يحفظكم، دمتم في رعايه الله. الى اللقاء، تصبحوا على خير.